في ديرة اخوان روضة مرحبا بالضيوف اللي من البز جات وحطت رحالها اخواننا في الخليج مطوعين الظروف وان جات دار التميم نكرم سبالها. ها هي الان تقترب من انتزاع الناموس. سلام اليرموك سلام، الفوز يرموكي، الناموس يرموكي، تهانينا تهانينا لليرموك على انتزاعها للفوز والمركز الاول في معركة يرموك الهجن. اذا تهانينا والناموس. حمد الف مبروك فوز اليرموك واختطافها الاقوى شواط الحيل اليوم. الله يبارك في حياتك يا بريك، الله يبارك في حياتك. وش سالت اليرموك؟ أبوها صوغان محمد بن راشد، يسمى صوغان بن الخناجر عند بن نايفة، وأمها سودانية. مشاركاتها قبل الشوط اليوم؟ والله لها هذه ثالث مشاركة لها وثالث سبقة لها، ما انسبقت السنة. والسيارات في رصيدها كم؟ ثلاث سيارات إلى أربع سيارات حسب علمي. الله يوفقها إن شاء الله يوفقك. حمد الشوط اليوم قوي، أسماء كبيرة كانت حاضرة، كيف شفت مسار الشوط؟ صحيح صحيح، الركض قوي اليوم وفي أسامي مطايا بعد قوى ومرشحات، لكن الحمد لله رب العالمين يعني توفقت الناقة، كانت قبلتها زينة للركض. والموسم هذا ما ذاقت الهزيمة؟ لا ما ذاقت الموسم هذا، وإن شاء الله ما تذوقه بإذن الله تعالى. إن شاء الله هذا شيء طيب ويحسب لك كمضمر إنك محافظ على مستوى اليرموك وفي مستوى تصاعدي حتى سبقت في الشوط الأول. الحمد لله رب العالمين، هذا كله توفيق رب العالمين، هذا كله توفيق رب العالمين، الحمد لله على كل حال. شاركت أيضا بالدوحة وشاركت أيضا ببكرة الخليفة في سباق أخذت الشوط اليوم. صحيح صحيح، رسائل أخذت الشوط الثالث الحين، أول مشاركة لها عندي أنا في عزبتي طبعا توها جاية من 20 يوم. والحمد لله رب العالمين توفقنا وسبقت، والبكرة إن شاء الله نشوف المستقبل الركض إنه بيكون أفضل من ركضها اليوم إن شاء الله. إذا الرسائل رسالة من حمد بن مبارك الشهواني للمضمرين؟ لا تحذيرية. رسالة لا مو رسالتها، هم على ما قال بعد فيهم حقهم. لا أنا قال زينة يعني نحاول إن شاء الله نتوصل المستوى إلى المستوى الأشواط اللي قدام يعني. نعم بن مبارك لمن تهدي الفوز اليوم؟ طبعا اليرموك هدي فوز عبد الهادي بن خليل. ويستاهل ابو خليل، متواجد حاليا في لندن، ونقول له ان شاء الله على رجوعه بالسلامه ان شاء الله. واحب اني بعد عبد الله محمد الخليفي على فوز رسائل بالشوط الثالث، وان شاء الله مبارك له في السباقات الجايه في الاشواط الاوليه ان شاء الله. ان شاء الله احنا نهنيك ايضا بهذا الفوز وبيض الله وجهك على هذا المستوى اللي وصلت له الحيل اليوم، وانت مبارك شهادتي فيك مجروحه وبيض الله وجهك من خيره المضمرين. بيض الله وجهك يا مبارك. وجهك ابو بريك يعطيك العافيه، وجهك مشكورين على هذا اللغة الطيب. سيف الخيارين دون اي تعليمات تذكر ولا شبه اوامر، وسلام يا مدهش سلام، سلام يا مدهش سلام. الله الخطوره بانت، بانت الخطوره اللحظات الاخيره، ولكن مدهش 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 مدهش. تهانينا لمالك مدهش محمد بغانم بن منصور سيف الخيارين على هذا الفوز المستحق. حمد بن سالم الزرعي الف مبروك فوز مدهش واختطاف للشوط الرئيسي اليوم. تستحق خير، بارك الله فيك ابو بريك. نعم ابو سالم، وش سلاله مدهش؟ سلاله مدهش رياض بن طماش وام بن تملون. ومشاركتها قبل الشوط اليوم؟ والله سابق المحليات اللي فاتن ومنافس، وان شاء الله مقبل تو ركض، قول تو جاهز. نعم. ومركض قوي ان شاء الله. نعم. كم سياره في رصيده؟ رصيده في العام الماضي ثلاث سيارات وان شاء الله مقادم احلى. كم شوط اخذت اليوم والحلال نفس عندك؟ والله شوط هذا شوط مدهش، ولاقي الحلال نافس تو الحلال جاهز متاخر شوي، ان شاء الله مقادم احلى ان شاء الله. اتمنى لكم التوفيق يا حمد بن سالم الزرعي، وشكرا جزيلا لاجراء هذا اللقاء مع موقع البريق. مشكور يا ابو بريق، مشكور، جزاك الله. في ديرة اخوان روضة مرحبا بالضيوف اللي من البز جات وحطت رحالها اخواننا في الخليج مطوعين الظروف وان جات دار التميم نكرم سبالها.